بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثما سلام ربي في اللون كون جعل ربي ذا ذروم إفاد في اللون الهموم كون يفكى ربي السر ذلي سر يرنايا ونثالة فان السر إن شاء الله ينتفغى ميقضى أين تقاذ ميخضى وقذاك ديفكان أفوذ ديفكان أفوس الجماعي الله يبارك ما شاء الله كن يفنو ربي إن شاء الله إخامن ذي الجنة ذي خامن القرار ولا ذي وقاد يتعاون يوك أما ذي الجوامع أما ذي الخير سمثا خطر ربي ذي القرن ناد إن دخل مثل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ذغا ذي وقيد العنوان الدرس أسنسمي الخير أولا قيل الخير يثمثن ذوال ديتسكن السيرم الأمل يتسكد السيرم الاسبوار الأمل الخير يتسكد الموانسة أن ديل الخير إمذان تونسن واستوحيش نارا الوحش يعر العبد مريد توحش ذي الدونيث يوعر ذي الاخرث اكثر زركان الوحش وزكا يوينتي ديم ذيازن وسفرو شحال هضرنت في الوحش وزكا ازكا يعني ثم قبرث بلا شك مرجني ونوحدس وحدس ولا شموانس ولا شي مولان ولا شي الحباب وحد السيوانتسا ذو الخذميس ذي رحمة ربي الحاج رمضان محفوف إسفريس الحان ذي ثمناطة جنغ سواطاس الحان سواطاس ذا سفرو ونكون الزرام الثق ذيلي الثقافة الأمازيغية الأصيلة ثفناف ووال يتنقل الأفكار والأمثال والحكم سووال ذي المثول محفوظة في الصدور قبل السطور تراث ذا مركانتي الميراث ذا مركانتي جنتي دي مزهورة أدف ذراكاني ونسيسن ذغواقي ذا مذياز سي عفو ربي يخدم ثم ذياس تنت شرعيث ثم سلتاكي هضرت فلس لهضوري قرز نطاس إمي دينا صلاة في النبي الطهر نتسان ذفاف الشفاعة فقصت نلموت زيغ ثوعار أشحالي فردان تسعة إكفغو يغزيف العمر لابد دوز الساعة لو كان خدم ثورة دراسة تأصيلية لما استمعنا إليه أن في كل شيء يسعى نظار يسعى نظار إما القرآن إما السنة مدينة صلاة في النبي الطاهر ربي سبحانه أمرنا باش نظل في الناس صلوا عليه وسلموا تسليما ونكون الجذوذ النغ مرفذو نوال ذي الجماعيث هذه صليفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد يبدو أما ذي البيع والشراء أما ذي الفاتحة أما يثي فراث يثي فراث مالا مليلا باش أذفرون ثمسالت البدا ظلن في النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلا شك نظر تصل الفوائد تصل الفائدات في نار ظلن في النبي عليه الصلاة والسلام إن الصلاة في النبي الطاهر نتساند فاف الشفاعة صاحب الشفاعة الكبرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا هضرنا في الشفاعة ينس الشفيع أم قرآن صاحب الشفاعة الكبرى صلاة في النبي الطاهر نتساند فاف الشفاعة فقسط نلموث زيغ ثوعار بلا شك ثوعار ربنا الذي خلق سورة الملك الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
أحسن عملا. سبحان الله مي غير غلاية توحيد ربي أي غير ديف ذار ربي الموت قبل الدونيث ثوذرث تام زواروث ثوذرث تام زواروث أقل غان سيذير أم بعد داس الموت أم عن إزوار ذي الموت زر ما يغار باش نغفل على ذايا أنظر بلي لغث تراجو يعني نزرر من المي لو كان نحصى نزرر من المي بنادم يزمر مي مازال سكواس عامين هذه خدمه راتراباج فور او كاين يسير روح لنا سيدي يعوض امعنا الله غالب سيد علي هذا يضر بي فلاس علي بن ابي طالب ان دياما بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت ياتي بغته يعني فجاه والقبر صندوق العمل الموت تشاور يوان وإذا جاء أجالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أجل كتاب الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل أزكى من الميث ذنتسغي ذا الصندوق الخذميس أو كينك خدم ذي الدونيثي سيني عاش ذي الخذمان نرثي وانسن ما إلا يخدم الصلاح يخدم الخير أما السعديس أما رزقيس أزكيس تبحيرث سيتبحيرين الجنث ما ذين النظام ذي ضروين النظام وهي دقرغارة ذين نظر ذين نحصى أدو غلغل ماذا والدنا الحاج محفوف رمضان يناد يا الصلاة في النبي الطهر نتسام ذفاف نشفعا فقسطن الموث زيغث وعار أشحال فرذان تسعى تعددت الأسباب والموت واحدة الموث يوث السبا ماشي ذيوث يناد أشحال فرذان تسعى إكفغو يغزف العمر لابد دوض الساعة قر الحكماء الدنيا قصيرة ولو طالت الدونيث وزيلث ولما غزيفث الفلاني ساعة 70 80 90 100 من بعد يا أخي الشيخ محمد الحسين الذي يرضى ربي في الناس الناس ولاش تصبحيث ورنسعي ثم الديث زرما لي سيركونستونس ظروف هذا الكلام تاع الشيخ محمد أكيد تحكاني مغارا هذه تراب شفاهة تروى عن طريق التواتر التواتر ذي الشرعي تسعى أزال يرث الشيوين بين قوسين القرآن نقل إلينا بالتواتر زيك ولاش ولاش استيلو ولاش لورديناتور ولاش ماكينتوش ولاش بورتابل ولاش ولو صافي إمذانا حفظا يرني كثبر بالقرآن نزل منجما شو ما اسمه منجما يعني ربي يصير حاسد شويط شويط ينزل فيه شويط شويط السيد الآية أزكى سنة الآيات باش هذه يسهل الحفاظة وتجي حكمة من حكم الله عز وجل وهنا حكم أخرى للتنزيل القرآن هو كلام الله ذوال ربي المعجز المعجز معجزة الخالدة إعجاز لغوي إعجاز تاريخي إعجاز علمي إعجاز أدبي بلاغي إعجاز جميع أنواع الإعجاز إعجاز تشريعي إذن هو كلام الله ذوال ربي المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشث فرق يرسك ذوياض أشيني التوراة دين ضف موسى أشيني الإنجيل دين ضف عيسى أشيني الزبور في داود ذغى الحاج رمضان يحكد من في قذقية إنك جواليس سلعه ذي سلعه ذي حتى الكلمة يوفقها ربي ذيس يختار كلمة العهد عهد الله ذيون الأصل الأصيل التوحيد ربي ونورس عشري أنسي ديوية ولقي يوثد سيل آية 25 من سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إمشقعن دي شقع ربي لي بروفيت
لي ميساجي استقبلت قرنسن ام والهن تالسا اللغه القبائليه الفصيحه ام والهن تالسا يعني هدات البشريه إنك سلعه ديلان ذي سلعه ديلان ذي الزابور لضيور وذي تفرفيرا سلعه ديلان ذي الطورات إذورار وذ علايم سلعه ديلان ذي الإنجيل الطجرة ويني ثمران سلعه ديلان ذي القرآن يلدين في بوري غلقن ينزل دغف محمد رسول النبي عزيزا أو أمسلاقهم إسلامي ناس استقبالي تتفهمناكم الدن يرنا يسعى نظار أرض شرعيث إما القرآن إما غير السنة هادو غير غير ماذا وليس إنا يا صلاة في النبي الطهار نتسان الباب نشفاعة فقسطن الموت زيغت وعار شحالي فردان الساعة إكفغو يوزيف العمر لابد الدول الساعة المسينة تسد الموت الحرف الليف ياكل الحروف يوثيد الحروف يعني بطريقة ألف بائية ماشي الطريقة الأبجدية خطر الأبجدية ألف أبجد هوز حطي كلا كلام اللغة اللغويون النغزي بالمناسبة أقلق غادي المشدالة إن شاء الله كاش نهار سيدي محاضرة خاصة عن المشداليين خطر ما تفضرض مشدالة إمشدالا المشداليون ذي اسم إسعان أزل قمزروغ اسم لامع ثقيل في التاريخ المشرق أمل الجزائر أمل الأمة أتروح ضرف مولا النظام أتغر ذي التراث أتفض ذي المكتبات العتيقة أتفض فلان فلان عمران بن موسى كذا المشدالي ناصر الدين المشدالي أبو الفضل المشدالي أكاس يسم يعني صازار يمشدالا معنى مدينة مشدالي ذوال يسعى نزل ذم قران ماشي ذو قيد الموضوع باش نفصل ديس خطر موضوع علمي تاريخي يحتاج إلى وقت مناسب أدوالا ذا شو قار إن يكث سد المس الحرف الليف الشهاذوري الثليف إلى أي غردي زوار ذي الليف أي غردي زوار ذي الليف أخطر ربي ذي القرآن يناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أتعيش مذين سلما وتمث مذين سلما ما الزرمي ونيت متساث يوظن تسيد سكرات الموت إنس لا إله إلا الله محمد رسول الله باش استفكض فوذ استفكض طاقة واستفكض الأمل السيرم بلوت ساقواذ شيني ذين سلم شيهذ سيل سيك مورت زمير دارا أسوليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ذين مدينة شهد ريث ليفذ شهد غير العالي غزف وسفرو نغدي وثيد بالطريقة الهجائية ماشي الأبجدية نكمل دنيا المشداليين هاي نظري غدي التاريخ نسن صغارين القرآن صغارين ثقفيليف من الميزان الصغارين ثلاث تعرف أي غر أخطر باش تفهم القرآن وكذ السنة إلا قيش العربية لازم وعاء القرآن هي اللغة العربية ذين مصغارين قطر الندى ثقي ترقى نغثالة ثم قرآن تعرف اللغة العربية قطر الندى صغرين ثجرومث الأجرومية صغرين ألفية ابن مالك صغرين ألفية ابن معطي ابن معطي قد أغذى قبيلي يسفغد الألفية ذي تعرف ثقي رسالة فقط باش انزر أوها ربي لصل النغو تنسو يارا فقفيلي ثنغو تصروحو يارا أما تسمسلي ثم ذي الميزان خطر مدينة تقفيلي سي لا سول لونغ ذي الموندونتي مدينة تقفيلي المعنى يس دو سونس زوج معاني المعنى يس لغة كسائر اللغات المعنى يس الميزان أصير الفلاني تسمسلي ثقفيلي
المعنى يس يسعى الميزان يسعى الصواب يسعى أين دني غكا فقط إذ قبيلي في ثيسان سعين تثياض وثاقي أما كان دعوذا ماشي ذن كيثي دينان اللسانيون علماء اللسان علماء اللغة ذن ثني دينان أولاقي واللي بغى يرجع يرجع إلى ما ذكره صاحب العين معجم العين الخليل بن أحمد الفراهيدي أو صاحب قطر الندى أو صاحب ثجرومف أو صاحب الألفية ألفية بن مالك أو ألفية بن معطي الأمازيغي. أقول ما لديني ثم سليثاقي أدنو غال سسفرو إن يستساد المس الحرف الباء ثوفاد الله لك السبع أكيد قارن كوني الفلانية هليك يحوسي يحوسي هليك يموت نسى الحقيقة السبع كان إلا نو قادي موثن بلا السبع إن يكون بس بقشيش إن يسي جدس إن يسا جدي الفلاني إلا يركب الطوموبيل يخدم الأكسيدا يموت إن يس جدي يوري يركب الطوموبيل وري يخدم الأكسيدا وري تمتساث أسن يظن إن يسا جدي الفلاني يولي في الزمور أدي الشروة زمور يغلي تسي الزمور يموت إن يس جدي وري القضاء زمور وري الشروة زمور وردي يغلي وري تمتساث يبقى سيني ساجدي الفلاني يطص وفانتي تصبح يموت إني يستقي تساقوات جدي ثاقي جدي كي تساقوات خطأ وري زميرا رسيني جدي كوري قانارا ثاقي ثوار ثاقي تساقوات جدي ألور الموث لك ثلك ثيكوال سلهلك ثيكوال بلا السبة تساد الموث الحفر الألباء تفاد لهلك للسبة ورس زميرنا الطبة أرسول فافن القبة أمشاف على الكشيني المسينا تساد الموث الحرف الثاء الصورة يوثى ثوثى الروح يساعد المرثى لدستسن الورثة أك كل يولكن يسمني تساد الموث الحرف السين أضروح أرسخة من الحصين نكيك ذي الفعل وذي سين هذا الشاهد ذوى صافي ولا أضروح لمولا لحباب طوموبيلا في كاميون كل شد يغال أنجن العبذني وحذس أنوي ذونيسيس ذي الفاعليس تسد المس الحرف السين أضروح أغسخ من الحصين أخام القرار نكيك ذي الفاعلي وذي سين إموت حسن ذي الحسين أمكارني ذي نكوني المسينا تسد المس الحرف الذال السيس موري الليل فذال يعني ولاش ورد يفذون ويض في الهازغ لا تسعذال الفقير كذ الغني في السد المس الحرف الضاء الأحباب خذ من الفريضة الفريضة سنقالوث الفريضة ضرورية ربي ند آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم أدعي ذلك الآية 12 من سورة النساء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة إن الله كان عليما حكيما أم ذيزي الناياس تسد المس الحرف الضاء لحباب خذ من الفريضة ننسي ليس يفضى إلى قصبر القاضى وما الدوني الثلفاني ما دام الدوني الثلفاني يا الله أما السعذبين أري الزرع ذي الدونيف الخير أثي غلف ذي الأخرف ربي ذي صورة الحج الآية 77 يند وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خذ مثل الخير أفريذن الخير ذا فريذن الربح ذا فريذن السعادة ذا فريذن النجاة ذا فريذن النجاح الفلاح لعلكم تفلحون من قيم ذي الآية يجي ذا شرا فهم الفيدة ثم زواروث ربا دي قار خذ مثل الخير ودينارا ذي شو الخير نخدم ودينارا فنوس سبيطراث نغعيون في موضان نغيزت في يزشوان الميثين نخذ مثل أكولات نغفنوس الجوامع أدي قار خذ مثل الخير ثقيذي سمعنا مقر المعنى يس كل يوان أذي خذم الخير إمو يزمر
يكفغا خاطر لا الفغي سمحتي لاني قداش ندي تدارت اتفض يحمل القديش انت دارت وكيد الخير يتسزل يتدارت ذا قداش عني خص الخيراقي ويظن ظن إلا يون الله يذكره بالخير سوى اسمي دي فغلان تريد يخدمي ونشغلي تدارت أندت إلا لا بوبالي جمعيت أندى يوني ذقرت قرعت بومان نغثينا الياورت نغ الكاغض نغ وقيد الشغليس بالفعل لا بالقول وقيد الشغليس يغال ذي تدارت مرجع ريفيرونس وغال نرشي مشطاح ما يروح يونا ذي ذقر الكاغض أسيني عمي الفلاني اسمي عمي رزقي عمي رزقي ذنتيق الزيزديين تدارت يشود يسمي سرتزدي يشود يسمي سرتزدي يغالي تربي المجتمع سواشو سلخذ مانينس لونكادرومون الى المجتمع الرشي مشطاحه ميرو حديد قراسيني الفلاني عمي رزقي ذنتيك الزيزدي انت دارت والى قران ذكر الكاغضاكي نغان ذكر يعني تقيم دائما تدارت الزديت لا تحقرن من المعروف شيئا وكيد الخذ ميس التفضيون تقول في ذوان ماكي يتساوى ماني صماظن ذي الطوموبيليس اماني صماظن سقيا الماء الى وكشفنا مان وجعلنا من الماء كل شيء حي سورة الانبياء الآية 30 ربي قبل يهضر في ثمان يهضر في حاجة في الكون الآية 30 أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ذاك يهضرت في مسألة إعجازية في علم الفلك في علم الفيزياء الأسترونومي الفيزيكا تذاكي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا الرتق معنى الضم معنى كانت الأرض تنتمي إلى الكتلة الشمسية الملتهبة المهم حديث طويل يوم أن قدر الله أسميك في غربي باش نكون نذير ذي الدنيا ثقي أغديه جي أسباب الحياة إناد وجعلنا ففتقناهما ما معنى فتقناهما معنى فصلناهما فصل الأرض عن الكتلة الشمسية الملتهبة لتكون مستعدة لاستقبال الكائنات ونزمير نذير يهجي ضربة مشارة نذير الهواء الهواء مقوم أساس في الحياة الماء أمان الغذاء الزرعة الزوضة دمغي ذكال الغذاء الكساء تسرى الإيواء السكنة الضوض ذكي قناصة مقومات الحياة وبعدين ربي في ذردي ونسير مقومات الحياة ذي الآية 30 ذمان إِنَدْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ الحيوان أفروخ التجرة الحشيش فنادم نكون حتى العبادة إلى الوضوء والوضوء سوامان مولا شامان إلا وكال فتيمموا صعيدا طيبا ولكن الطهارة الأصلية هي الماء طهارة المائية كما يقول الفقهاء هي الأصل والطهارة الترابية هي البدل مولى شامان إلى العذر أصلحظ سكال أمان سقي الماء وين يخدم سقي الماء وقيد الخير مشال ميغاز الفير خاطي إيوا من يذس عشرة عشرين ثلاثين أربعين تقرع ثنتي صماضين الله يبارك أتفضيون ذا خدام كشونتي أتفض مسوفة رقيم ذي لاري سراجو أستفك التقيت بامان أنويت فين تبغيضا أتفضل في مولانيك في الجدوديك خطر وقاذي تسيذيرا أذن فعن وقاذي موثا ما شال ما تفنيض الجامعة نغات تفنيض اللوزين نغات تفنيض السبيطار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تحقرن من المعروف شيئا المهم خدم الخير ثقي معنى الأول المعنى الثاني مدينا ربي وفعلوا الخير أما كنا غدي قار لازم لابد أن تنتشر همامكم لتعمر الحياة دوني ثقي لقد تعمر
أتعمر وكل الميسر لما خلق له. أتفطر لك ذي الجامع لن ورفع حملنا ذي عونني جليلا ويض حملنا ذي عونني موضان أن ديلا وموضيني وضنت ويض أن دو عن الجامعة عونن أذي فنو ويض السفطرات ويض القراية ويض الإصلاح ويض الدعوة كل يوان وقيوك سميس الخير كلمة جامعة لكل ما ينفع إلى المعنى ويض مدين ربي وفعلوا للجماعة معنى ديقار مثم عوانم أفوس ذكفوس فاعكم ثزاين أتفسوس إلى الخير تخذ مض وحدك ولكن الخير باش ذي جهد أذي قو مرم ليلا إفاسا نغ إغالا وتسم ليلا نرى إغالا ألما ملال ولاغا وتسم ليلا نرى ولاغا ألما ملال ولاوا أكيد ناني مزورة مقول كان مش تفنان ذيك كل شيء معنتها أذمليلا ولاوا أذمليلا ولاغا يتحزيفن يتخميمن يتبلانيفين يخططون خاطر لازم تخطيط لفعل الخير باش هذيلي فعل الخير متكامل أم بعد أذمليلا غالن إغالن يا الله أكني قال سيدنا عمر إن الأيدي خلقت لتعمل وكذا هو سيدنا عمر رب ديقار سيدنا عمر بن الخطاب فاروق إنك ربي خلق ديفاسا الخذمة العمل إن الأيدي خلقت لتعمل القلوب تتوكل والجوارح تعمل فقي قاعدة ذهبية وإلى قارن في كل خذمة يفسن أتنفكي ولاون نغ الخذمة بولة تنفكي فسن خاطئ كل يون يسعى الخذماس القلوب تتوكل والجوارح تعمل إذن يثمثن ربي ند مثم عوانم الخير نذي يكثر ذين مدينا في صورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى معاونث مث عوانث معاونم أذي جهد الخير وتشبح الدنيث وتعمر الدنيث الخاتمة بنظر بذي القرآن في سورة البقرة الآية 143 وهي في وسط السورة سورة 286 آية مقسومة على 243 إِنَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أنعاميه الأمة في سلم في شرف ربي سبحانه يفكي السزل علي اسميس الأمة الوسط وسطية والاعتدال قرنيث قبيليث ثقرنيث فتكيث قرنيث ثلمست قيم ذي الخالي وقذاه الزو معنى غدي قاروة ولكن تقبيليث إلى قد تدفع مثال ماست المنهج الوسطية والاعتدال أنسي في دنيوي سلايا إدنا ربي ذي سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا أيغر لتكونوا شهداء على الناس هنا الشاهد أريز مرارا ينادي الشهد مريح ضرارا قاعدة الشهادة تقتضي الحضور ما ديني ضد الشهد أشنيني نتحضر الض ذي بكل شيء أما ذي العقود أما أديني أخذ من الجامعة حضر الض أفكد شهاديني خذ من العقد حضر افكد شهادينك والشهادة في جميع المجالات ربدي قال لتكون شهداء معنى يسلق لا بريزونس يلق الحضور ذين من الأمة مطالبة بنوعين من الفروض فروض العين
لا تبرؤ الذمة إلا بالأداء أو بالقضاء. النوع الثاني فروض الكفاية، أتي تشرحها. فروض العين تظلث ولا شوية ظلن دقم كان بايض كل يوم يظل وحدس مفهوم. رمضان هذا يظلم نتسا الزكاة تنسر يزكين يوض النصاب هذا يزكين. فروض العين إلو مقارن فروض الكفاية في قذقي فعنا يغياك ما لنو قذي تسي خذما لما أربو تتحسفرا ما إلا الأمة ولا شيت غائبة أربا ذي حسفك الأمة. مثلا أدين لا ميدسين الطب ودينا راه الشرعة سيدي ما كنت الطبة إن دي لقاذي لنسيون طبة ذايا فرض كفاية ملا نشيران طبة أربي الحمد لله أربو غيت حسافرة في لا ميدسين. لا جيولوجي علم طبقات الأرض علم الجيولوجيا ماشي كل غاشا ديرين دي سبيسياليست ديال الدومين خطير ملا نشوط ويتحسب ربي. لاسترونومي علم الفلك كيف كيف. ففلاح إلا كان سوي فلاحا أما ذو قاد سيغران غران لاكرونومي أما ذي فلاح ناكي يفلاح لي فلاحا إلا كان سوي فلاح مولاش ربي باغي حاسب وقست المساج إن كنياك باش نزر ففلاح في لاق تأمين الغذاء الأمن الغذائي علماء الدراسات الاستشرافية الاستراتيجية الشاملة أدقارن المجتمع أي ذوذ يسعن الأمن الغذائي وتقوذر فلاس يوعر اللاز. لذلك وقي مطلوب ماشي يكون اللي ذي فلاحا ماشي يكون اللي ذي مصوصا ماشي يكون ذيني اللي ذي الشياخ ماشي لي وقي المعنى فروض الكفاية بها تتحقق الشهادة ذيني مغدينا ربي لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة تقتضي الحضور وماذا بك الحضور يكون فعال إفكاس لإفكاسية الفاعلية إفيد يهضر مالك بالنبي المفكر العالمي الجزائري الفلسي عفور بي اسمه الفاعلية في كتابه الظاهرة القرآنية في كتابه شروط النهضة وغيرهما من الكتب. لذلك إذ مثلا أكا ذينا ميلا نسلخي قرأي النغذي الدونيث أن كمل تتمة الآية ويكون الرسول عليكم شهيدا أزكى إن شاء الله ذمون النغ أذل شبحا زدث ننفي وشبيح صلى الله عليه وسلم أذي جعل ربي ثم ديثن ون سمر فوحث ثم ديثن نغ تسع ديث وقذي مثنث في اللسن يعفو ربي وقذي يوظنن إهلكن أما ذي سبيطرة ثم ذي خاملة نشفو ربي كون وكن يفكى ربي ثزمر ثنزمور إن شاء الله ينتفغى ميقضى أين ثقاذ ميقضى أكون يفكى ربي السر ذي سر ثلاثا السر. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.